واحده صاحبتي، هما الحقيقه شله، بس دايما كده في الشله بيبقى حد زعيم بيكتشف كل الجديد. بقى لي فتره ما شفتهمش، وكان فيهم اتنين تلاته عندهم شويه مشاكل في يعني روماتيزم وحاجات زي كده. المهم شفتهم متجمعين، اتجمعنا عشان نشرب حاجه مع بعض كده، كل شهرين تلاته بنتجمع مع بعض. فكانوا بيكلموني عن حاجه عظيمه جدا حاصله هنا في مصر وانا معرفهاش. ايه يا جماعه كنتوا فين؟ كنا بنتفسح ونتعالج. تتفسحوا وتتعالجوا فين؟ في مصر. هنا؟ ايوه. طب رحتوا فين؟ قالوا لي رحنا سيوه. طب اتفسحتوا ازاي واتعالجتوا ازاي؟ قعدوا يحكوا لي فانبهرت. ولما انبهرت قلت لهم لا، ادوني بقى رقم الخبيره السياحيه العظيمه اللي كانت رائده من رواد هذه الفكره، فكره السياحه العلاجيه. طب عندها افكار تانية؟ قالوا لي ياه، عندها افكار تانية كتير جدا جدا ليها علاقه بالسياحه الرياضيه كمان. طب يعني ايه سياحه رياضيه؟ قالوا لي احنا مش هنشرح لك. فرحت متصله بيها واستاذنتها انها تكون معانا دلوقتي، وطبعا انا بشكرها جدا جدا انها عطلت نفسها وعطلت وقتها، وانا عارفه قد ايه هي مشغوله ربنا يعينها يعني، لكن شرفتني في الفقره دي اللي هتفيدنا كلنا. ارجوكم كلنا نلم بعض لان هتنبسطوا قوي قوي من الفقره دي. بتشرفني الخبيره السياحيه الاستاذه فاطمه الجهني. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي، شرفتيني وانستيني، ويعني فرحانه جدا جدا بوجودك. وانا بسعد قوي لما بيكون بالذات وبمنتهى التحيز في ست ناجحه في اي مجال، وانت الحقيقه ما شاء الله في مجال السياحه يعني الله اكبر عليكي. انت بقيتي الجايد بالنسبه لاي مجموعه، لاي حد عايز يعمل سياحه علاجيه او سياحه رياضيه. فهستاذنك تعرفيني الاول عشان الناس برضو تعرف يعني ايه سياحه علاجيه. يعني ايه سياحه علاجيه؟ السياحه العلاجيه هي ليها غرضين، يا اما علاج من الامراض يا اما علاج تجميلي. علاج من الامراض او علاج تجميلي؟ ايوه. طب التجميلي ده حاجه جديده برضه حلوه قوي. العلاج من الامراض، خلينا نشوف العلاج من الامراض تفضل. الاول العلاج من الامراض زي الصدفيه والنقرس والروماتيزم والروماتويد والحاجات دي كلها، احنا هنا عندنا في مصر اماكن كتيره جدا جميله قوي وبتساعد جدا جدا في العلاج من الموضوع ده، زي عندنا الرمال السوداء بتاعت الغردقه، الرمال الصفراء بتاعت اسوان، عندنا كمان في سيوه عيون موسى، وعندنا كهف ملح في مرسى مطروح. كل الحاجات دي والاماكن دي بتعالج من الامراض بس بطريقه غير مباشره. هم الناس بيروحوا عيون موسى اعتقد في طريق اللي هو احنا رايحين راس سدر. انت رايحه راس سدر على طريق شرم الشيخ يعني. طبعا هناك عيون موسى حلوه جدا، النزول في الميه طبعا هناك كل ده بيعالج. معانا صور كمان اهي. دي فين دي؟ عيون موسى. تمام. ده منتجع البحيرات. البحيرات كلها عموما، لان في بحيرات كتيره جدا في سيوه وفي سينا كمان، في بحيرات كتيره جدا. ايوه. بتساعد على العلاج من الامراض دي كلها. هو انا بقى ايه كانت الحاجه العظيمه بالنسبه لي؟ ان انا ك يعني جمهور، انا مش عارفه يعني مثلا انا حكايه الرمله السوداء دي، يقال طبعا ان دي الناس بيجوا من كل العالم عشان يعملوا استشفاء هناك. بالظبط. لكن انا مثلا طب انا هروح هبات فين؟ هقعد فين؟ طب انا هاكل ازاي؟ طب انا هعيش ازاي؟ أنا بقى. دي مهمتي انا بقى. ايوه يعني اشرحي لي برضو الحاله. بالزبط. بتبقى ازاي؟ طبعا اللي بيجي رحله سياحه علاجيه، طبعا احنا بننظم له مع رحله السياحه العلاجيه دي بننظم له برنامج سياحي متكامل. تمام. يعني لو حابب ان هو